سريعه في نفس الوقت، وفي تقدم اكثر من لاعب، وعوده يعني 3-3 تحولت الى الامام. دي ماريا ممكن جول، دي ماريا ممكن جول، ممكن جول، اوه جول! هو ضيع الاولى قبل قليل، ياتي بالثانيه، وريال مدريد يسجل الهدف الاول في المباراه. هيدوين اضاع قبل قليل، ولكن دي ماريا والارجنتينيين اللي يتالقون. شوف شوف شوف، ما في استعجال على الاطلاق، مرتده مثاليه سريعه، واحده لمسه ثانيه ثالثه، لكن شوف عاد التعامل الرائع اللي نشوفه من دي ماريا. شوف 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 شوف، الزاويه صعبه، لذلك هيئ الكره الى اللاعب اللي عند الفرصه ليكي. يعني هكذا يتصرف الكبار عندما يصلون الى هذه المرحله بهدوء، حول الكره. يا سلام يا دي ماريا، ويا سلام لهيغوين، ويا سلام للريال. ظهور جميل الحقيقه مع بدايه المباراه في المستهية. اذا يسجل الهدف الاول، هدف كالعاده دي ماريا المتالق الى هيغوين اللي الان ياتي. الخساره من الجار ختاتي. هنا كريستيانو رونالدو، ممكن الثاني، ممكن الثاني، ياتي كريستيانو رونالدو، يتقدم، يتخلص، جول جول! صنع هدف، فاصنعوا له هدف دي ماريا مباشره. ريال مدريد يشتين الليله، ريال مدريد بالوضع الجميل اللي تشاهده امامك. دي ماريا يصنع هدف ويتلقى صناعة هدف من كريستيانو رونالدو، وريال مدريد يكرر الآن الثنائية اللي حققها في الكأس الأسبوع الماضي. لكن لاحظ لاحظ لاحظ، كريستيانو رونالدو يتقدم، يتلاعب، يتخلص، يحول الكرة إلى دي ماريا الفاضي، والفاضي يحط الكرة في المرمى الفاضي اللي بعيد عن حارس المرمى. شوف 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 شوف, شوف حارس المرمى دييغو ألفيش، والمرمى صار فاضي بعد أن فك العقد كلها. كريستيانو رونالدو أوصل الكرة الجميلة إلى دي ماريا، ودي ماريا يسجل الهدف الثاني. 2 ريال مدريد. استمتع يمكن بالثالث، استمتع بالثالث، استمتع بالثالث من المتألق كريستيانو رونالدو. صنع هدف قبل قليل، يتقدم الآن، الكرة في الزاوية لأن تسديداته قوية، وبالتالي صارت 3 في المستهية كبيرة على فالنسيا في غضون 35 دقيقة. الفريق الملكي في أفضل حالاته. أنت عشاق الفريق الملكي إلا الملايين، مو في مدريد وليس في اسبانيا، بل في كل العالم يحبون الريال بهذا الشكل، بهذا الشكل اللعب وتسجيل. شوف شوف شوف، لاحظ معي، لان الكره القويه، وبالتالي في بلمح البصر وفي غضون دقيقه واحده كريستيانو رونالدو يصنع هدف. كريستيانو رونالدو يسجل هدف، وبالتالي صارت 3-0، مو في سانتياغو برنابيو ولكنها في المستهية. 3 لريال مدريد ولا شيء لفالنسيا، والفريقين راح يلعبون معا يوم الاربعاء القادم. شوف شوف شوف، ولاحظ معي، لاحظ قبل قليل، انت شوف لاحظ لقد هيغوين مرة اخرى الى دي ماريا. دي ماريا حولها الى يا سلام يا سلام على الريال، والله زمان يا ريال، والله زمان يا ريال مدريد. الكرة الجميلة والأهداف الغزيرة والألعاب الجميلة، والهدف الرابع يأتي. لكن لاحظ معي، شوف 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 الأداء، الأداء الممتع الأنيق الجميل، ولاحظ الكرة القبل الأخيرة والأخيرة أيضا، وبالتالي يأتي الهدف الرابع لمصلحة فريق ريال مدريد. لاحظ لاحظ، أولا ودي ماريا جالس يعمل عمايل، لكن لاحظ معي، يا سلام يا أوزيل، وبعد ذلك الكرة في الشباك، والهدف الرابع لمصلحة ريال مدريد. وهنا كريستيانو رونالدو يصل إلى الهدف الشخصي. تشاهد الآن في الليغا، والليغا النتيجة ما تصير على الإطلاق، لأن الشهية مفتوحة، مفتوحة الشهية. الخامس، الخامس للريال،
ريال مدريد يتفنن يتعملق يمطر شباك فريق فالنسيا. ورجل الشوط الأول الإعلام خلاص البيضاء طلعت من أنصار ومشجعي فريق فالنسيا. صارت 5-0 صارت 5-0 عند الدقيقة 45. الشهية مفتوحة عدل عند لاعبي الريال. دي ماريا يا سلام يا خميرة، يا سلام يا دي ماريا. ودي ماريا يعمل كل شيء في المباراة، والريال يعمل كل شيء في المباراة. احنا بصراحة جالسين نستمتع بكرة قدم ملكية من